زبير، ايش قالك في المشاهدة اللي صارت بين زياد وشكري؟ ظهري ما تنجم تقول كان زياد وشكري، معناها كل واحد يلوج على جمهور بتاع جمعيته باش يحطه من جهته، ما نلوم حتى حد، ولكن كل واحد يتحمل مسؤولية كلامه، عرفت؟ انت شنو رايك في الموضوع اللي طرحه زياد وقت الاسبيرونس؟ خذيت حاجات مش من حقها. بوه، شنو رايك انت توا سلام بالكلام هذا؟ اسال فيك. لا لا، تعرف انت كي تسال فيها، الناس الكل تعرف، راهو زياد قال حاجات صحاح، راهو ما نجموش، اما بوتيتر الطريقه اللي قالها هكا اجريسيف شويه، عرفت؟ اما ما بيريود تعودناش نسمعوه في البلاتوات. هكاك، عرفت؟ هكاك معناه تجيب وراها برشا مشاكل، معناها كي يقول زياد حاجه يجيب وراها جمهور اللي يحب الكلام هذاك كله، راه مش كان جمهور ايطوال، اتونسيون رد بالك، كان صحيح. برشا جمهور اخر تاع جمعيات جاو ورا زياد على خاطر يحبوا يسمعوا الكلام هذاك، عرفت؟ وبرشا ناس تمن بالكلام هذاك، وبرشا ناس تعرف اللي فما بارتي كبيره فيه صحيحه، وحتى كي تسالوا برشا ناس قالوا لي بارتي صحيحه كبيره صحيحه. تبقينا المنتمي للترجي بيان سور ما ينجمش يقبل الكلام هذاك، طبيعي جدا صحيح. باش يقول، ما ينجمش يقول الكلام هذاك. انا كيتواليست بالطبيعه يهمني برشا انه ما يتقالش لتوال خذيت برشا تورات مش نتاعها، وهذا ما تقالش، اتونسيون رد بالك، هذا ايش يهمني في الموضوع كيتواليست، عرفت؟ الحقيقه يهمني برشا، معناها كيتواليست انه ما ينجمش كل ما ناخذه تيتر ناخذوه بدمه، والناس كل معناها ما جاش حد قال والله اللي توال هزيته كتيتر الفلاني حرام زقوم ولا حيلته ولا جات بيريود في تونس والناس كل نعرفوها وكذا كذا، ومن غير ما نتفلسفوا عليها برشا ومن غير ما نكذبوا عليها برشا، اللي طغات اللي صار فما طاغوت، وحقيقة حتى الترجي يعرفها، اما تبقينا ما يقبلهاش وما يحبش يقول على خاطر جمعيته، خاطر عنده الانتماء، دونك تفهمها من الناس الكل هذه، ما عرفت؟ يعني هزيت وانت دبر راسك ما يهمنيش فيك، فهمتك. ولكن جات بيريود اللي بالحق ما عادش فيها عدل في تونس، معناها وبون والله غالبا صارت، ما نجموش ننكروها وما نجم ينكرها حتى واحد، حتى المكشف ما نجمش ينكرها، اما مالوريزمون ما حبيتوش كان صار الحديث برجوليه، يعني توا زياد وشكري وخيان ولعبنا برشا مع بعضنا وكذا كذا، أن وراها برشا مشاكل وجبدت وراها برشا ناس وعملت برشا حزازيات، هذه بالحق معناها دون سو سونس لا ما نحبهاش تصير، وكيما قلت لك معناها ده نحن اكثر توندونس نركحوا الجو، عرفت؟ سورتو هالجوارات هذوما لي سامبول اللي لعبوا برشا في ليكيب ناسيونال مش كان في الجمعيات، بتاع عرفت؟ الناس الكل كان خطر. خاطر كي لازمك تكون متاع الناس الكل، معنا نشوف انه لازم تكون مع الناس الكل، تشوف اليوم على الانفلونس تاع الكلام هذا والكلام اللي يتقال، وكان يتطرح موضوع زياد باش يشد مثلا في ليكيب ناسيونال، تو تلقى فئه كبيره تقول لك لا، صحيح. اون جروند بارتي خاطر الحكايه هذيك نزلت جديده، وبعدين على خاطر يتكلم برشا ولا يقول مشاكل برشا ولا يطرح مشاكل برشا، ديك علاش؟ هذيك علاش؟ ما يلزمش بعض الناس تتكلم كيما الجمهور، خاصة الملاعبين ما يلزمش تتكلم كيما الجمهور، ما يلزمش تفكر كيما الجمهور، نحب ونكره، ما يلزمش تكره، تو الجمهور هو نفسه ساعات يتناقض، معناها تلقى واحد يتواليست في الدم ولكن عنده صاحبه اللي يتفاهموا اياه على الاخر مكشخ، موجودة راهو في حالات ما نحكي لكش، لو انت لويه انت حسين وليد العار اصحاب الروح بالروح، اي نقول لك الروح موجود. بالروح، وذاك هذاك او جوي نامي تسلموا عليه. جو خويا هذاك معلم، هذاك حبه على الاخر جو بصراحه فما ربي، هذوما زوج صحاب مثلا، ولكن كل واحد مع الجمعيه الاخرى، يكره الجمعيه الاخرى ويحب جمعيته نتاع الاعمى،
نتاع الاعماء بورتون مسؤولين في الجمعيه. على ان نحب ونتمنى الاسامي الكبيره ما تشعلش النار وما تدخلش في المتاهات هذه وتحاول قدر المستطاع تريض الامور وتريض الامور، خاطر كلنا عندنا اصحابنا مكشخي وزياد هو اللي عنده اصحابه مكشخي، عنده اصحابه مكشخين على الاخر. راهو زياد نعرفوا الكلام هذا مليح مليح، راهو هاني نقوله لك، واللي ما معناه يخسرهم على خاطر قال الكلام هذاك بار اكزومبل بو امبورت، اللي برشا فئه في في الجمهور الاتوال شيخت وعملت جو ولقات علاش تحفل مثلا. صحيح فهمت، والناس كلنا نعرفوه الكلام هذا معناه. عرفت انا حسب رايي ما حقاش صارت وقعه.